شكلك حلو قوي. وانت كمان. ايه بقى جايبني هنا ليه؟ ديت يعني؟ يعني الحاجات اللي بتبقى طالعه من القلب بتبقى احلى بكتير من غير ما اسميها، يعني زي احساسي بيكي كده. كانش له غير تايتل واحد، هو اني كنت عارف ان انا احبك. كنت عارف؟ عرفت امتى وازاي؟ يعني مش لحظة معينة، يعني احكي لك. كان عيد ميلادي، وانا بقى كل ما اكبر سنة بقى ببقى متضايق شوية. متضايق كده زينا؟ اه طبعا اكيد بنتضايق وبنراجع قراراتنا بقى تاني ونشوف بقى احنا عملنا ايه صح وايه غلط. ايوه الاحساس اللي بيجيب اكتئاب ده، اللي هو انا ما عملتش كده ليه؟ انا ليه بضيع وقتي كل سنة؟ انا وعدت نفسي ان انا هعمل كده، انا كنت ممكن اواجه الموقف ده وكده. ايوه بالظبط كده. انا بقى الاحساس ده بقى بيجي لي كل يوم قبل ما انام، اعمل الحسبة من الاول خالص. كمل ايه؟ عيد ميلاد. اه بعد عيد ميلادي رحنا نسهر كلنا ونتعشى، وكنت واخده كورنر كده وقاعده فيه لوحدك ما بتكلميش حد، بس كان في حاجه غريبه شداني ليكي. حاجه غريبه غير اي حاجه شدتني ليكي قبل كده. مش انك كنت حلوه قوي ساعتها، مش حاجه معينه يعني، مش عارف. أنا ساعتها كنت برقص مع كاميليا، سألت نفسي سؤال غريب جدا، أنت بتعمل إيه يا رشيد؟ يعني أنت مش مبسوط خالص. اتخنقت. لحد ما عيني جت عليكي. اكتشفت إن كل اللحظات الحلوة القليلة اللي كنت مبسوط فيها كانت معاكي أنتِ. كان لازم تبقي موجودة عشان أكون مبسوط. ساعتها سبت كاميليا بقى وجيت قعدت معاكي الليلة كلها، فاكرة؟ طبعاً فاكرة. كنت أصلاً متضايقة قوي ومتوترة، وبعدين حصلت خناقة ما بينك وما بين كاميليا. أيوة. ولقيتها جاية بتقولي كل حاجة، وقلت لها يا بنتي أنا متضايقة وبعيط، وعشان كده رشيد كان بيصالحني وحاسس إن أنا متضايقة فوقف معايا. ما تخلينا للصبح انا وهي اصلا. وتاني يوم بقى ابتدى الاستهبال بجد. كلمتني قلت لي انا عايزه اشتكي لك من كاميلي وعايزه اتكلم معاكي لوحدنا، وانا قلت لك تمام. وبعدين فجاه لقيتك جاي عليا ولابس بدله تحفه. قلت وايه ده؟ بس انا ما كنتش بستهبل على فكره. يوم ما كنا هنتقابل انا بجد كنت صاحية ومش عارفة مالي، متوترة كده. بعدين قررت أجهز، غيرت هدومي 3-4 مرات ومش فاهمة ليه. بعد كده قلت سلمى هو في إيه؟ هو رشيد صاحبك على فكرة، عادي ممكن تقابله تتكلموا. واتقابلنا طبعا واتكلمنا، وأنت ما جبتش سيرة كاميليا خالص. بس السنة من لحظتها عرفت إن في إحساس غريب معرفتش اسمه إلا النهارده.